الامتحان ربنا امتحنا بيه وبدينا بيه. قمنا بدينا نفسنا وسط ضغط وسط ضرب وسط طلب وسط اي حاجه. الحاجه دي هو الامتحان، ونحن لو ما قادرين او قدروا بنتحمله. الحاجه ضاقت علينا، الوضع بقى شويه صعب، الضرب كتير على الناس، الدخول بقت حاجات كتير، اضطرابات كتير الناس ما تقدر تتحملها. اضطرينا نحن واهلنا نطلع نحمل بيوتنا بغض النظر عن التعليم فيها وحاجه، ده كله خليناه وطلعنا منها كلها، شلنا بس ما خفى ان احنا بنقدر نتحمل ان نشيله بس حاجات بسيطه، وطلعنا خلينا بيوتنا مقفوله، طلعنا مشينا مدني وعانينا ما عانينا في الطريق. ونحن معانا اخواننا بينزلوهم من العربات بيحطوا لهم السلاح، عانينا ما عانينا في الطريق كله، وصلنا مدني قعدنا في المدني شوية، الناس ارتاحت، الناس اتعالجت، عندنا ناس عندهم أمراض مزمنة، أمراض قلب، أمراض ضغط، أمراض سكري ما بيتحملوا، عالجناهم، بدينا العلاج، وحدث ما حدث في المدني، كل الناس عارفينه، بيعنا الورانا والقدام وأي شيء بمساعدة الأهل ومساعدة الناس، طلعنا برضو من مدني، جينا للسودان، برضو بظروف المرض وبظروف الحرب والحاجات اللي اتفرضت علينا برضو تاني. طلعنا منها جينا بالسودان، لقينا هاي المراكز بتاعت الإيواءات فتحوا علينا، قعدنا للعلاجات، وناس رضت بالحاجة، كلنا معلمين ولاية الخرطوم، احنا وأساتذة ولاية الخرطوم، رضينا قعدنا في المدارس، خلينا أي حاجة، قاعدين في كنب نايمين في الأرض. كل الحمد لله برضو حامدين ربنا وشاكرين عليهم، يوميا بيصلنا البيوت، سرقت البيوت، كل ده نحن ما سألنا منه، قعدنا ناس في السودان ما قصروا معنا او اي حاجه، ونحن قاعدين في مركز الايواءات، وشاء الغدر انه الوالي يصدر قرار انه دارين يفتح المدارس للتعليم، والمدارس دي فيها اسر واويه الناس فيها. يعني الناس كلها قاعده بقت اهل، عندنا جينا من مناطق مختلفه من السودان، يقول لك السودان قبائل وناس مختلفه، احنا جايين من هنا، احنا لو ما دارين نخش موضوع القبليه، لكن جايين من قبائل مختلفه تماما في السودان، يعني متعايشين، ما عندنا حساسيه مع بعض، بناكل في حله واحده، بنشرب، السودان ده بيناسه، باهله، متعايشين، ما عندنا مشكلة، بدنا نتعايش في المدرسة دي ونقعد، وزينا كم مدرسة وكم مدرسة برضه تعايشوا في نفس الوضع القاعدين، ما قلنا حاجة وأي شيء. هو طلع القرار بتاع الوالي بدون يفتح المدارس عشان الناس، عشان الطالب بتاع الولاية ما يتظلم، قالوا إنه يدرسوا أي حاجة، ونحن كلنا هنا المدرسة دي فيها خمسة أو ستة أساتذة جايين من ولاية الخرطوم، برضه الأساتذة كان عندهم مدارس وعندهم طلبة ومعانا طلبة، كلهم أولادنا برضه نفس الشيء في المدرسة، يعني نحن نطلع نمشي وين؟ نحن محل ما عارفين أي حاجة، نحن هنا جابونا المدرسة دي، الحاجة المادية دي ما نقدر نتكلم عنها لأنها واضحة أصلاً لكل الناس، أنت تقدر تأجر إيجارات 500 مليار و600 تاكل وتشرب من وين؟ نحن الناس هنا خيريين ما مقصرين مع الناس. قايلين لنا والله ما قصروا معانا ووقفوا معانا. الشغل سنة كاملة الناس ما شغالة. ما عندنا قدرة واستطاعة الناس إنها تأجر. تأجر بشنو؟ الناس تاكل وتشرب بشنو؟ ما عندنا حاجة، ما عندنا استطاعة الناس تعمل الحاجة دي. صح يلا احنا قاعدين في المدارس دي. دي أوتنا، وفي مش أنا بتكلم عن أسرتي. أنا في آلاف آلاف الأسر اللي قاعدة في المدارس. القرار ده يعني طلع الناس تكون بطولة مدروسة، تكلم الناس توريهم البدائل، تكون البدائل تكون شنو؟ تكون حاجة كريمة للحياة، إنه الزول يعيش فيها محل مناسب، إنه الزول يعيش فيه.